السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل: إعلان يمني بدخول سلاح جديد في عمليات البحر الأحمر، وإلى التفاصيل. أعلنت سلطة صنعاء استخدام سلاح جديد في عملياتها بالبحر الأحمر، ودعت القوات الأمريكية إلى الانسحاب. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في سلطة صنعاء محمد علي الحوثي في تدوينة له على إكس: للبارجات ولمن يعسكر البحر من أمريكا وحليفتها نحذر. مضيفا: الابتعاد عن البحر الأحمر أمر إيجابي مع توفر ترسانة لأسلحة يمنية تعبر من تحت سطح الماء. مختتما بالقول: وقد أعذر من أنذر. هذه هي التغريدة أمامكم كما ترونها، التي يقول فيها محمد علي الحوثي: للبارجات ولمن يعسكر البحر من أمريكا وحليفتها نحذر. الابتعاد عن البحر الأحمر أمر إيجابي مع توفر ترسانة لأسلحة يمنية تعبر من تحت سطح الماء. وقد، ولم يكمل العبارة، كان قد معروفة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.